ثابت خريطة النادي الأهلي السنة دي أو السنة القادمة يعني؟ الموسم القادم طبعا مزدحم مزدحم، والموسم الجديد مش هيخلص قبل 1 أغسطس، 1/9 كمان الدوري الموسم الجديد مستحيل يخلص قبل 1 أغسطس. تعالى بص حضرتك الماتشات، حتى تعالى ونحسبها مع بعض. يعني الأول بداية الموسم مثلا مباراة السوبر الأفريقي قدام اتحاد العاصمة الجزائري، ده الميعاد الأقرب 1 سبتمبر لو نعرض بس الميعاد الأقرب الجدول، ولكنه ليس الحقيقي وليس الرسمي، وده مش الرسمي. فأنت دلوقتي عندك شهر من ما تنهي مثلا مباراة الداخلية، بعد كده عندك شهر ممكن تدي فترة راحة وتعمل معسكر إعداد، لا وأعتقد تلعب المصري أو تلعب المصري. ما أنت هيبقى عندك الداخلية لو كسبت دور الثمانية أعتقد تلعب مصر. فتعالى بقى نبص من 1/9 عندك إيه؟ السوبر الأفريقي لو اتلعب، بعد كده في توقف دولي لمنتخب مصر من 4 سبتمبر ل 12/9، ل 12 سبتمبر ده هيبقى في ماتش اثيوبيا، واحتمال يبقى في ماتشين وديين البرازيل واورجواي. ده المنتخب مصر. بعد كده تخش من 15 ل 17/9 ذهاب دور ال 32 اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو سان جورج الاثيوبي. بعد كده ماتش العوده هيبقى من 29 او 30 او 1 اكتوبر. فانت ممكن بدايه الدوري تبقى فين في الفتره دي؟ بدايه الدوري قالوا 15 15/9. ماشي، هتبقى في الفتره دي. انت هيتاجل لك الاسبوع الاول، هيتاجل لك الاسبوع الاول. يبقى انت قدامك كام من 15/9 ل 1 اكتوبر؟ على الاقل هتلعب ممكن جوله، 3 جولات. ده الاول يعني النادي الاهلي هيلعب اول 3 اسابيع في الفتره دي. بعد كده في توقف دولي تاني لمنتخب مصر من 9 اكتوبر ل 17 اكتوبر، برضه هتحط الجوله مثلا الرابعه من 1 اكتوبر ل 9 اكتوبر. يبقى انت كده لعبت حوالي 4 جولات. بعد كده من 9 اكتوبر مفيش فتره خالص تحط فيها ايه ماتشات. انت عندك الاول توقف دولي لمنتخب مصر من 9 ل 17 اللي هو الاستعدادات بتاعت بطوله كاس الامم الافريقيه. بعد كده بطوله الدوري الافريقي اللي هي دوري السوبر الافريقي اللي هي المسمى الجديد بتاعها الدوري الافريقي لكره القدم. دي هتبقى من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. النادي الاهلي طبعا مش هيلعب في الفتره دي خلاص ماتشات في الدوري. يبقى انت عندك لغايه كام؟ لغايه 11 نوفمبر مفيش غير 4 جولات بس. نكمل من 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر الجوله الاولى والثانيه لمنتخب مصر في تصفيات كاس العالم. بعد كده 24 نوفمبر الجوله الاولى في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. بعد كده 1/12 الجوله الثانيه في دور المجموعات. بعد كده 8/12 الجوله الثالثه. بعد كده 12 اللي هي الجوله بعد كده اللي هي فتره كاس العالم للانديه من 12 ديسمبر ل 22. فانت تخيل ان الفتره دي كلها من 1/9 وبعد كده كمل هتلاقي كاس الامم كمان في يناير. هات الصوره اللي بعدها، هتبص تلاقي كاس الجوله الرابعه لدور المجموعات في نهايه شهر ديسمبر، بعد كده كاس الامم في يناير من 13 يناير ل 11 فبراير، وبعد كده الجوله الخامسه لدور المجموعات اللي هي هتبقى من 23 ل 25. يعني انت بتتكلم لغايه 11 فبراير بالظبط مع نهايه كاس الامم ممكن ما تكونش لعبت هتكون لعبت خمس جولات، خمس او ست جولات ماكسيمم لغايه شهر فبراير. يا لهوي، النادي الاهلي هيبقى لغايه شهر فبراير هيبقى لعب خمس او ست ماتشات، ده ماكسيمم بالكتير كمان لو الجدول مزنوق قوي. يعني هتبقى في الجوله لغايه يوم 11 فبراير، فانت هتبدا الدوري تعتبر من نص فبراير اللي هو عشان بقى تخش بعد كده في الجوله الخامسه والسادسه لدور المجموعات اللي هي في فبراير. ونرجع ومارس بقى في قصه يطلع يقول لك يا جماعه ازاي مأجلين للنادي الاهلي؟ ازاي مأجلين من دلوقتي اهو يا جماعه؟ عشان لما تيجي تطلع هو عارف نفسه، يعني لما يجي يطلع يقول لك انتوا ليه مأجلين والنادي الاهلي والمش عارف ايه ولا على راسه ريشه والكلام اللي هم بيقولوه ده. فاحنا بنقول لكم من دلوقتي يا جماعه احنا يعني 90% النادي الاهلي لن يبدا مبارياته قبل نص فبراير. يعني لو بدا هيبقى اول هيبقى لاعب خمس اسابيع بالكتير.